النهاردة هنشوف معجزة من أرض المعجزات. لأول مرة على برنامج المرأة الفاضلة بنشوف معجزة إقامة من موت. بنتي بنت 16 سنة بتقول لأمها ما تخافيش أنا شايفة ملايكة اتنين. ما حدا كان همه أمر الدكتور يسأله شو وضع عماد، الكل كان راكع بس يصلي. هاي الحالة كانت ضربة قاضي يعني بالنسبة من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت. القصة مثيرة جدا. اللي أنا بجسمي بلشت أرتفع وعلى يقين تام إنه أنا ما كنتش خايف لأنه الرب معي، يسوع من وراي عابطني. أنا 45 سنة خسرت، بتمنى أي واحد ما يخسرش ولا يوم. انتظرونا على قناة الكارما في أمريكا الشمالية وكندا كل يوم 4 الساعة 8 صباحاً و4 ظهراً و10 مساءً ويوم السبت الساعة 4 ظهراً بتوقيت كاليفورنيا.